لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بهديه اهتدى. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أوصي نفسي وأحبابي بتقوى الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، عادات وتقاليد. أنتم على علم ودراية بأنه قد انتشر في الآونة الأخيرة في عالمنا الإسلامي ومصرنا الحبيبة على وجه الخصوص بعض العادات والتقاليد التي منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح ومذموم ومردود على أصحابه. أود في هذه الحلقات بإذن الله تبارك وتعالى أن ألقي الضوء على هذه العادات والتقاليد الخاطئة، لا سيما فيما يخص الجانب التعبدي، لنصحح العقيدة ولنصحح العبادة وفقاً لما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. أولاً، ما هي العادة؟ العادة من الدأب، وهو اعتياد النفس على شيء والاقتناع به. إنسان يتعود على شيء ويقتنع به، يصبح أو تصبح هذه العادة دين في حياة هذا الإنسان. هذه العادة منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء، من باب قول النبي صلى الله وسلم وبارك عليه: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل به. طيب، إيه هو التقليد؟ التقليد هو حبس النفس على الشيء وتقليده، علشان كده تسمى القلادة، لأنها تعلق في الرقبة. الإنسان يتقلد أمرا يصبح هذا الأمر يعني دينا في حقه ودينا في رقبته ويكافح من أجله. العادة منها ما هو حسن، زي أن يتعود الإنسان صلة الرحم، أن يتعود الإنسان العطف على الفقراء والمساكين. ومنها ما هو قبيح، مثل التدخين، زي شرب الكحول مثلا وما شابه ذلك. التقليد منه ما هو صحيح، أن يقلد الإنسان نبيه، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أن يقلد الإنسان نبيه: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ومنه ما هو تقليد أعمى، تقليد مذموم، تقليد لا يصح، وهو أن يقلد الإنسان غيره من الكافرين، غيره من المنافقين. أن يأخذ الإنسان بهذه العادات وبهذه التقاليد المغايرة والبعيدة كل البعد عن أوامر الله وعن أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. للأسف إن بعض هذه العادات والتقاليد وصلت إلى الجانب التعبدي في حياة الإنسان، وبدأت تظهر على الإنسان في عبادته لربه. فبدأنا النهاردة نشوف إن بعض الناس يتكاسل عن أداء الصلاة في جماعة، ومش يعني صلاة الصبح ولا صلاة الظهر ولا صلاة العصر، إن بعض الناس بيتحججون، يقول لك أنا في عملي والعمل عمل حكومي، إزاي أسيب العمل وأطلع أصلي العصر أو أصلي الظهر أو أصلي الفرض كذا في المسجد مثلا. طيب، صلاة الجمعة اللي السواد الأعظم من الناس بيكونوا في إجازات رسمية، تجد بعض الناس يتهاون بصلاة الجمعة ولا يصلي الجمعة في المسجد.
تخيل. علشان كده النبي صلى الله وسلم وبارك عليه كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لينتهين أقوام، النبي بيحذر، خلي بالك، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. يصبح الإنسان من الغافلين، إنسان إذا كتب عليه أنه من الغافلين لا ينفع معه نصح ولا تنفعه موعظة. الله عز وجل يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لكن ده أصبح من الغافلين، لا ينفعه نصح ولا تنفعه موعظة. ده شوف الكلام، صحح الألباني أن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه قال: من ترك ثلاث جمعات متواليات، بين قوسين كده حطها، بدون عذر، لا يصلي الجمعة ثلاث جمع متوالية بدون عذر، إيه اللي يحصل له؟ فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. يعني هذا الرجل ترك الإسلام برمته، لأن الشعائر دي اللي بيعظمها بيعظم الله، فهذه الشعائر من تقوى القلوب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيما صححه الألباني قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها، ليلة الجمعة سهران في الكافيه أو في القهوة أو في العمل أو في الشغل أو مع الأولاد أو في رحلة أو في حفلة، وترك صلاة الجمعة عمدا من غير عذر ثلاث جمع، الله تبارك وتعالى يطبع على قلبه، أو كما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح هذا الرجل منافقا ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الناس بقى بيحضر صلاة الجمعة لكن للأسف بيأتي متأخرا، ومما زاد الطين بلة ويحزنك أنت على المستوى الشخصي إن بعض الملتزمين الآن يدخل في صلاة الجمعة متأخرا. أنا عايز أهمس في أذان إخواننا الملتزمين وأنا أولكم، أنا لا أزايد عليكم والله، إن السنة العملية لها وقع في قلوب الناس عن السنة القولية. السنة العملية، أنتم عارفين إن السنن أو السنة هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إيه أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي قبل البعثة وبعدها. فأنا كملتزم بأمر الناس بالسنن، أنا كملتزم بأمر الناس بالصلاة، أنا كملتزم بأمر الناس بصلة الرحم، ليا محاضرة ليا درس، الناس حتى بتسألني، ده من عادات المصريين، وده أنا شايفه أمر طيب وجميل، إن أي حد بيطلق لحيته بنقول له يا فضيلة الشيخ، يا سيدنا الشيخ، وهذا من حب المصريين على وجه الخصوص والعالم الإسلامي لأصحاب اللحى اللي لديهم علم. فأنت النهاردة بتبقى أنظار الناس كلها عليك أيها الملتزم وانت داخل المسجد. طيب احنا قلنا لو في عذر المشكلة خلاص فيها تجاوز، لكن الأمر خطير جدا إذا كنت أخ الإسلام متعود على هذا. علشان كده لابد للملتزم أن يراجع نفسه وأن يكون ممن يحضر في الساعة الأولى حتى كأنه يقرب بدنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.